كل البنات اللي متابعيني او اول مره يشوفوني، معاكم رضوى جلال وحلقه سريعه جدا ومش منظمه، وهتلاقوني كده مبهدله في نفسي. انا بصراحه فتحت البوكس وما كنتش ناوي اعمل انبوكسنج، كنت ناوي ان انا اطلع شويه قطع عشان حلقه مهمه جدا على قناه رضوى جلال، والجزء الثاني كنت هبدا عادي اصوره وممكن اعمل حلقه ستايلنج، بس قلت حرام الحاجات بصراحه البوكسز لما بتتفتح بيبقى ليها متعه كده، فصعبتوا عليا، قلت لا لازم اوريكم شكل البوكس وشكل القطع وهي بتطلع قطع قطع، لان فيها ليها فرحه. الستات اللي بتحب الشوبينج زي اكيد بتحب اللحظه دي، فقلت اشارككم اللحظه دي واعمل حلقه ولو سريعه. فيلا نفتح البوكس. اوريدي انا فتحت جزء وكنتكم، بس الباقي عدلت الكاميرا. بص انا قاعده على الارض اهو، حلقه من قلب الطبيعه. انا هرجع لكم البوكس كده، انتوا شايفيني شايفين جزء من وشي وفي نفس الوقت شايفين البوكس واضح. البوكس ده ميكس جدا، انا بصراحة مش مركزة على قطعة حاجة واحدة، انا جايبة حاجات ميكس احتياجات. وفي بدأت اجيب شوية حاجات لها علاقة بالشتاء طبعا، قطعة او قطعتين، بما ان الخريف محير جدا مضاد الخريف. فاول حاجة كان كوتشي، كان عاجبني الستايل بتاعه قوي. طبعا هتلاقي كل حاجة موجودة في صندوق الوصف. كوتش ده انا جايبة لبدلة جينز هتشوفوها اهو، تمام. بس الحاجه الوحيده اللي ضايقتني ان كان في حته كده مش حسيتها محتاجه تتمسح فين. هي حاجه صغيره قوي يعني، ممكن بالوايب كده، بس ايه للامانه انا برضو قلت اوريكم، هي ممكن ما تبانش قوي، بس هو طبعا كستايل جديد قوي فحبيته. انا كوتشيات البيضة عندي اتنين بس، هي طبعا بتستهلك انتوا عارفين، فقلت اجيب واحد تاني. القطعه اللي بعدها هي اصلا بدله انا جايباها للكوتش، يعني هي بدله جينز ستايلها الكوتش. مش عارفه بقى هل هلحق. هو اجمل حاجه ان الخمس ايام الجايه في تركيا دلوقتي بقت حر، يعني رجعنا تاني حر. النهارده كان يوم شتوي بامتياز، درجه الحراره كانت 15 وانا كنت لابسه جاكيت تقيل، لكن بصيت في الارصاد استغربت انه لا لحد يعني خلاص، بس هو يوم واحد كان كده شتا. شوفوا حتى صوتي، انا اصلا اوريدي تعبانه عشان الشتا، ف تقلب الجو ده عامل لي طبعا اكيد انتوا عارفين اعراض اللي هي الجو المتقلب. اوكي دي بدله تمام، فهتلاقوا لبس ايه واحده تحس ان هي مش عارفه هتروح فين. اوكي يعني هتروح صيف. البنطلون الجينز عجبني اللون فاتح، جينز فاتح سوت تمام. احلى حاجه الجينز في استك من هنا فبيلبس كذا مقاس. اوكي انا جبت 44 اي ثينك، هتاكد تمام. انا بجيب 44 عشان بالذات من تحت، وهو التوب توب كده طويل، طب طويل واخره لولو كده زي ما انتوا شايفين في الصوره. هو ده يعني، انا بحط لكم الصوره وشكل الحاجه على الواقع. ان شاء الله اعمل حلقه تانية اوريكم الحاجات ملبوسه. في حلقتين لمدانيسه ان شاء الله جايين، حلقه كانت الحاجات الغاليه اللي جبتها من مدانيسه، والحلقه الثانيه الحلقه اللي هي الحاجات دي ان شاء الله. فما تنسوش تشتركوا في القناه. بصوا اهو من تحت اللولو ده، فعلى على الكوتش الاقل ده، وطبعا سكارف انا في الاغلب هيبقى سكارف ابيض بسيط، او عارفين اللي هو سكارفات اللي فيها دانتيل بيضة. في الاغلب هي الستايل ده، لو انكم اقتراحات اكتبوا تحت في التعليقات. القطع اللي بعد كده بالنسبه للمقاس بقى، طبعا الجينز ده اللي بتشوفوه عليا يعني، صح ممكن الناس اللي عايزه تشوف بسرعه تابعوا الانستجرام الخاص بيا، انا بحط الصور اكتر كمان من الفيديوز، وساعات بعمل ريلز صغيره وهكذا. ده دريس حبيته قوي، بس شكل المقاس بقى هو اللي خدعه يعني. انا كنت مش عارفه اجيب 44 ولا 42، في الاخر جبت 42، بس انا عارفه ان انا بلبس 44 في الحاجات اللي مخصره، بس هما حاطين القياس صغير، القياس كبير، فشكله لا كان المفروض اجيب 44. فيعني يا رب بس ما يظبط. انا مش عارفه ليه في الاخر يعني، انا بصراحه مستغبيه نفسي ان انا في اخر لحظه كنت هجيب 44، بس انا ما اعرفش في الاخر جبت 42. فيا ربنا يستر يعني، لان انا مش بحب الحاجات ابدا ابدا، بالذات الخامات الطريه دي تبقى ضيقه، ده بيضايقني جدا. فيا رب يطلع مظبوط، اللون عاجبني والقص عجباني، فانا مش عارفه انا اتغبيت جدا جدا يعني. جبت شنطتين، انا بحب الشنط جدا من مودانيسا، ماركه اللي هي بيري كارديان دي، ارقى ماركه واكتر ماركه كواليتي الشنطه حلو، وفي نفس الوقت يعني فخمه. انا جبت شنطتين، انا عندي يعني شنط عندي نفس الالوان كذا شنطه، بس الموديل حسيت ان انا عندي يعني في شنطه سودا كده بقيت البسها كتير جدا، فحاسه انها خلاص يعني اتهرت، فجبت واحده تساندها
وتساعدني يعني. بقيت شويه محتاجه شنط اكبر عشان انا بنزل كل يوم شغل اهو، شايفين اهي تمام فورمال جدا الخامه والبتاع صراحه فخمه. هي بس يلزمها انها تتفرد، فانا صراحه ساعات بعبيهم ورق او حاجه بحيث ان هم يبان شكلهم مفرود وراقي. دي الشنطه الاولى، هوريكم الشنطه الثانيه اهي. بصراحه بتيجي ويل باكت قوي يعني، بيعبوها تعبئه يعني في اللي هو الداست باك بتاعها وكل شيء. دي حسيت ان انا محتاجه واحده بيج بيسك قوي او الدرجه اللي هي دي بالقصه دي، شكلها اعتقد يشرح نفسه. زي الاكسبكتنج زي توقعي يمكن افضل، بس يعني الدرجه مش متاكده انا كنت متوقعه كده ولا لا. الفستان ده انا متحمسه له حماس مليون. في الاعلان اللي هو كان فيه احتفاليه 10 سنين مدرسه، كان في واحده من اشهر انفلونسرز الاطراف كانت لابساه، فاما شفته عليها حبيته اكتر. ده يعتبر من الكوليكشن الشتوي او الخريفي لرفقه او رفقه. انا كنت متخيله ان الخامه قلبه على زي صوف، طلعت لا، هو فكرته ان هو فستان سيمبل خالص اسود بس في تحديدات بيضه والحذاء متحدد ابيض، فهو انتوا هتشوفوه في اللبس يعني، هو مش هيبان غير باللبس زي الصوره كده. هي دي فخامته. هي كانت لابسه سكارف اسود، صراحه كنت هلبس ابيض، انا في الاغلب هلبسه بكره وانا هلبس عليه بوت. هي كانت لابسه زي صندل بس انا حاسه انه قصير قوي على انه صندل، فهشوفه ستايلنج بكره ان شاء الله تشوفوه ويعجبكم. دي بيجاما اوكي للعرايس، هوريكم طبعا دي في حلقه العرايس. ودي كمان بيجاما للعرايس شوفوها. وده فستان انا مش عارفه اللون، انا ليه اتجرأت وجبت لون اورنج، انا كان نفسي عندي قطعه لونها اورنج بس على الواقع حاسه انه مش الدرجه اللي انا كنت متخيلاها يعني. انا كنت متخيله اورنج كده اللي هو فيه فقع شويه عن كده، بس هو دلوقتي قالب على بني محمر او عارفين اللي هو الاورنج، فشويه مش. والخامه كمان كنت متخيله قطن، الخامه مش قطن، الخامه زي كريب كده تمام. هو لون مختلف، انا ما عنديش ابدا اللون ده وليه حزامه وحلو وكل حاجه، بس مش قادره برضو افكر قوي في الحجاب. حاسه التايجر يمشي معاه قوي، الزيتي يمشي معاه قوي، البيج طبعا، يعني الوان كتير فهنشوف. بس هو تجديد يعني، انا ابدا عمري ما لبست اللون ده، هي دي كل الفكره. هي طبعا بيج احلى حاجه عشان الشنطه، هنشوف. ده بقى الجاكيت، ده جاكيت عندي الاصفر منه لبسته الشتاء اللي فات لو فاكرين. عجبني جدا اللون ده، بس انا كنت متخيل لون افتح من كده في التصوير، طالع مور برايت يعني في ضي اكتر، بس على الواقع هو شويه يعني لونه مش عارفه. اللون على الواقع انا يعني مش حبيته قوي زي الصوره، بس هو اتس نايس. بس الستايلنج تبعه لازم يختلف يعني، ممكن على البنطلون الجينز زي اللي بتاع البدله ده، واصلا على البدله يليق جدا البدله اللي انا جايباها دي، ممكن يتلبس معاه في الشتاء، فدي ميزه تقدري تلبسيه. وهو لحاله ممكن يخش عليه رصاصي اعتقد، ممكن روز، والله يعني هي الكوتس ترنش كوتس دي في الستايلنج بتاعها قد ما هو سهل قد ما هو صعب. الناس اللي عندهم الجاكيت ده هيفهموا انا بتكلم في ايه، بالذات المحجبات اللي مش بيحبوا يلبسوا بنطلونات جينز ضيقه قوي. وبعد كده ده طقم بيجاما برده عرايس، واحد اثنين ثلاث اطقم، اثنين لا اربعه صح، كام طقم عرايس وطقم كامل للعروسه هوريهولكم في القناه الثانيه. فما تنسوش هحط لكم تحت لينك القناه الثانيه رضوى جلال، شوفوا بقى لبس العرايس ان شاء الله. معلش كان انبوكسنج سريع ومبهدل يعني، شوفوا الحلقه ان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم على خير، مع السلامه.